مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مشاهدي تلفزيون الآن ومتابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون الآن في برنامجنا خبرياتنا بلا حدود اللي منتابع فيها سوا شو بدور بين مشتركي برنامج نجوم بلا حدود في موسمه الثاني، وكمان بتتابعوا معي لحظات طريفة مع لجنة الحكم من خلال اليوميات وحلقات العرض المباشر، ورح أفرجيكم شو بدور خلف الكواليس بطريقتنا. كيف يعملوا سكواتس بدون ما يأذوا نفسهم؟ مثل ما شفنا عبد الرحمن شخص رياضي وكان عم يركض، بس ما بعرف هو بيركض الصبح او بالليل، والله ما انتبهت، خلونا نسأل وائل. انا ما فهمتش، طب يعني وانت بتجري كنت رايح تصحي من النوم ولا انت رايح له بالليل؟ انا رايح صحيهم من النوم. طيب هو الساعة 7 الصبح هو قاعد 7 المساء. انا معدي الصبح بالليل كده. الصبح بالليل ده؟ ايه الصبح بالليل ده؟ يعني ايه الصبح بالليل؟ الصبح بالليل اللي هو ايه؟ طيب هو الساعة 7 الصبح هو قاعد 7 المساء ساعه الشروق ما بيخش في الغروب. انا عارف، انا اقول لك انا يعني ما فهمت هو الصبح ولا بالليل. ما شاء الله وائل مركز كتير مع المشتركين. لا بقول لك انا مفتح عينيا قوي. يا ويلي. طيب اوكي برا ده احنا كنا هنضيع على ده. شفتها فين يا ما انت كريمه رب. مشاهدينا بنروح فاصل وراجعين. سمر المشتركة عن فئة الويلنس بنوتة هادية وبتحب كتير الطبيعة واليوغا. خلينا نتعرف عليها بهالفيديو وشو كان تعليق وائل على سمر. سمعت دبة في الأرض واليوجا مش فيهاش دب. معقول يا وائل كيف انتبهت؟ أنا شخصياً ما سمعت ولا شيء. يارا شو رأيك؟ صوتها مزعجني، رايقة وهادية. غريب أنت يا وائل كيف بتركز على تفاصيل مثل هيك؟ بصراحة أنا ما سمعت ولا حسيت بشيء. شفت يارا كيف بتقول إنها رايقة وهادية؟ ما في داعي نحطم معنويات المشتركين. الله يخليك. روق علي شوي مشيني على ضو عطيتك أكتر ما في لا ما تقلي لو. روق علي شوي مشيني على ضو. الغزل بين يارا وكارلا ما بيخلص، بس هل فاية تقبلت الموضوع؟ أول شي بدنا نتغزل فيك لأنه ليلى مثل ما دايما بتعودينا بتعقدي، فبدنا هيك نشوفك شوي. بليز فرجينا هيك الجمال كله. بعمل لك ديفيلي شوي، بعمل لك ديفيلي شوي، بعمل لك ديفيلي شوي 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 شوي. هي كلها بدها برمي منوره. اول شيء منوره الاستوديو اليوم. انت منوره كارلا. شكرا. بتعقد الليل، بتعقد الليله. جمالي انت كمان، جمالي انت كمان، جمالي انت كمان. انا مغار، انا كمان بدي اتغزل فيكي ويارا. جمالك وجمال عيونك مغار، انه دائما بتبلشي مع يارا وبتقول لك كل الحكي الحلو، بدي انا اتغزل فيكي. لكن هلا لو يارا دائما يعني من ذوقها اكيد بتتغزل فيكي كمان انت. يلا انا مغار، انا مغار، انا مغار. بغير عليها حتى لما تسلم على الناس وليه يلمسوا ايديها ما يشاوروا كده وخلاص. بغير عليها لما تسلم على الناس. لا هيدي اجمل، بدها تغزل فيكي مش طبيعي.
لا لا انت الاشمل. سوري اليوم بدنا نتغزل فيك كثير كثير كثير. ايه ميرسي. بتعقدي. ميرسي يارا. شو حلوة. وبداية مع أحلى وردة يارا. ليه ميرسي. أنت أحلى وردة بس ما فيني، قلت أنا اليوم ما رح أتغزل فيك أحسن ما وائل يزعل، رح أتركها لوائل. بدي أتغزل بكارلا ويارا ووائل. ونتغزل فيك بهالأحمر الحلو كمان. ميرسي. يعني والله أنا كمان زعلت، ما حدا عم يتغزل فيي. يارا شو رأيك بإطلالتي اليوم؟ يعني حلو مش كتير حلو. دلوقتي قدام كل الناس بنقول إحنا بنفس سنين. 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 لغاية ما الدنيا كلها تعرف بقضيتنا ويعرفوا حقيقتنا. النفسنا للجميع ومجانية. الحاجة الوحيدة اللي ببلاش. عم بيكون في استلطاف بين كارلا والمشترك راشد بس بطريقة غريبة شوي. كيفك؟ بدك تحكي على الميكرو ما بسمع. الحمد لله بخير. كله تمام؟ بحب اتساءل عليك لأن ما بتحكي، بحب احكي. هلا بالخميس تريرا 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 وبراشد اخر شيء مهضوم اكيد. وقت حكي معي اول حلقه حسيته ما بيحكي ولا بيتحرك. لا بيرقص كمان. مش هين راشد. تحيه لراشد. شو هالهضامه؟ شو هالكيات يا حبيبتي؟ وهي احلى وحده يا حلوه. مسكت راسك ويدك وشكرا لك. تعودت عليها وبعد بعدك بتخجل؟ لا بس انا عم جرب قد ما فيي، يعني انه ما كثير اطلع فيك راشد. والله يا راشد طلعت مش قليل. خلينا نشوف بالحلقات الجاية إذا راشد رح يتعود على كارلا أو لا. شو معنى رسمت بغبغين؟ طبعاً رسمت البغبغان لأن الله أكبر اتكلموا. سقفوا يا جماعة. الحمد لله. شكرك يا رب. ها. شو شعورك؟ علامة عالية؟ خمسة وسبعين. سكر السكور راشد اكيد انت بالمرتبه الاولى. هلا بفهمك اذا ما فيك تحكي. ناجح يرفع ايده خدك عينه وعينه. ناجح يرفع ايده خدك عينه وعينه. مشاهدينا بنروح فاصل وراجعين. خلينا نتابع سوا بعض تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بتلفزيون الان، ومنبلش مع عاشق ترابك يا شام. أول تعليق أحم أحم هلا والله. وراما سويت ما عجبني إبراهيم بس أكيد عجب غيرك يا راما. وعنا عبقرينو ديزاينز محمود أشرف عسل. والله أنت العسل وزي العسل يا عبقرينو. وميرا ميرا بتقول شو يعني تنمر. ميرا لو تابعت اليوميات كنت عرفتي شو يعني تنمر. وعلى فكرة برنامج نجوم بلا حدود متعاقد مع أفضل المدرسين والأساتذة وأنا شخصياً استفدت منهم كتير. ومكملين مع راما سويت. مارلين واو أنت الواو يا راما. وعنا لما عود بتقول البرنامج فكرته حلوة كتير واللجنة والتقديم بس للأسف البرنامج ما أخذ حقه لأنه هادفه إحنا في زمن البرامج السيئة هي اللي بتنجح. مشاهدينا تلفزيون الآن بيحرص على طول على تقديم الأفضل من البرامج والفقرات الهادفة وكل مرة بفاجئكم بمحتوى جديد ومميز. وبنكمل مع فهد. أحبك ونحن كمان بنحبك كتير يا فهد. بس لمين قلت بحبك؟ مشاهدينا وصلنا لآخر حلقتنا لليوم. كنت معكم لوريس حوراني. تابعوني بكرة بنفس التوقيت. تصبحوا على ألف خير.